احنا قلنا في بدايه المباراه ان مباراه زي دي لا تحتمل الاخطاء. بالظبط. الفريق اللي هيكون اخطائه قليله هو اللي يقدر يكسب المباراه. انت في بدايه المباراه ما دخلتش بشخصيه البطل. مظبوط. انت داخل حاسس ان اللعيبه قلقانه. دخلت اول خطا فردي او شخصي من محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس كبير النهارده بيتوج بافضل لاعب داخل قاره افريقيا، ما ينفعش يخطئ الخطا ده. ده في الدقيقه 5. خطا ما ينفعش بخبرات محمد الشناوي، الخبرات الكبيره جدا الفتره اللي فاتت، بندعم بنساند بنقف بنطبطب في وقت من الاوقات، لكن اللعيب هو اللي في الملعب في الاخر. اللعيب هو لازم هو اللي يراجع حساباته. لازم هو اللي يشوف مستواه. ايه اللي خلى الكيرف من احسن لاعب لافريقيا لكده؟ طبيعي اللعيب بينزل، بس لازم اللعيب يقعد مع نفسه ويراجع حسابات. خطا قلنا ما ينفعش في المباريات اللي زي دي البطوله يبقى فيه اخطاء. خطا. دخلت الزمالك نفسيا، ركب الجيم، بدا المعنويات تزيد، خاصه ان الزمالك كان في بدايه المباراه قلقان وبيلعب وسايب لك الكره واستحواذ، خطا ساذج. والهدف المبكر ده اربع حسابات. بدات تقلى شويه في المباراه، عايز ارجع، طب اهاجم، الهدف الثاني يخش فيها. الهدف الثاني شوف ياسر ابراهيم برضو كره وانا جنب الخط اعتبر. يعني لعيبه النادي الاهلي هي اللي خسرت نفسها بايديها. مش تفوق من لعيبه الزمالك على قد ان لعيبه النادي الاهلي اخطا منها. بدا الزمالك يدخل في الجيم اكتر، المعنويات ترتفع. الشوط الاولاني الزمالك انا بقول لك خده كاملا. الشوط الثاني المدير الفني بدا يغير حاجه ثانيه. قبل بس ما نروح برضو للشوط الثاني، ودي حاجه بتعاند النادي الاهلي، الاصابات، كم الاصابات اللي عندك، وده مش وليد الصدفه. انت لو انت بتتكلم عن 3 سنين فاتوا، النادي الاهلي فريق بياخد كل البطولات، بيحصد كل البطولات، بيلعب افريقيا وسوبر افريقي وسفر واكتر لعيب وكاس عالم ودوري مصري، مش السنه اللي فاتت اللي قبلها. أيوة. دوري المصري السنه اللي فاتت برضه نتيجه الارهاق انك بقالك 3 سنين شغال. مظبوط. والاجهاد الكبير، فتيجي النهارده تشوف برضو حته الاصابات. محمد شريف في اول 3 ساعات اصلا ما مسش الكوره، الراجل جات له اصابه. المباراه السابقه في مباراه فيوتشر طاهر، وتلاقي ما اعرفش مين الثاني، محمد هاني في اول 10 دقائق وبتغير. عندك بيرسي تاو بيتعوق، وبلا حسين الشحات. فانت ما فيش مباراه لعيبه النادي تكتمل. ده نتيجه انك انت بقالك 3 سنين شغال على نفس الطريقه. طب لعيبه الزمالك ما فيش كاس عالم انديه، ما فيش افريقيا بتخرج من الادوار الاولى، فانت عندك لعيبه مريحه تقدر تلعب تقدر تادي، مفيش اصابات. فانت النهارده انت بتحارب في كذا حته، كذا حته اجهاد، واكتر لعيبه في المنتخب هتلاقي عندك في النادي الاهلي. انا مش بدي مبررات، انا لسه هتكلم الفتره اللي جايه ايه والموسم اللي جاي نشتغل على ايه، بس انا بكلمك دلوقتي ايه الحاله اللي وصلت لعيبه النادي الاهلي للشكل اللي احنا شايفينه. وانا اختلف مع بلال ان يقول الفتره اللي جايه لازم، لا، الفترة اللي جاية هتقابل صعوبات برضه. طبعا. الفترة اللي جاية مش وردي، لازم أنت تواجه نفسك بكم إنك بقالك 3 سنين مفيش راحة، كم الإصابات اللي عندك، كم البطولات اللي أنت لعبت فيها وأخدتها، فأنت محتاج الموسم السنة الجاية إيه اللي يحصل؟ هقول لك دلوقتي، بس بتكلم عن مباراة النهاردة. الشوط الأولاني الزمالك تسيده. الشوط الثاني المدير الفني تدخل، بدأ يعمل بعض التغييرات عشان ينشط الناحية الهجومية. رجعنا لثلاثة ورا، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، وكان ياسر إبراهيم، وبدأ يشتغل. قدرنا نجيب الهدف الثاني، لكن في لعيبة النهاردة وأنا بتفرج على 90 دقيقة لازم يبقى في وقفة مع نفسها. واحد زي محمد مجدي قفشة، أنا بقول لك محمد مجدي قفشة لعيب كبير، لكن اللعيب الكبير في الأحداث الكبيرة لازم يكون أكبر. النهاردة محمد مجدي قفشة طول 90 دقيقة أنا مش حاسس بواحد بقاتل جوه الملعب. مش حاسس بواحد حتى لو كرة مش ماشية معاه وهو لعيب كرة إن أنا بجري وبموت نفسي جري وكميات جري، لا لا لا، أنا العملية على القد. لا. أحمد عبد القادر وده برضو نداء مني الجمهور الأهلي، مش كل لعيب يعمل مباراة كبيرة نقعد نفخم ونعظم، لا. أحمد عبد لسه بيحط رجله في أول خطوة في فريق النادي الأهلي. صحيح. فين احمد عبد القادر النهارده؟ اللعيب اللي انا عندي قدرات او ثقه في قدراته الكبيره النهارده مش موجود. عمرو السوليه بقاله فتره بعيد، ده نتيجه الـ3 سنين اللي احنا بنقول عليهم
ضغط المباريات وكم البطولات، ومع منتخب مصر انت عندك النادي الاهلي كم العدد الاكبر في منتخب مصر من النادي الاهلي، منتخب تونس، منتخب مالي، منتخب جنوب افريقيا، منتخب المغرب، منتخبات كتير. فانت النهارده عندك فريق مجهد.